النشيد الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جليل النعم باعث الهمم ذي الجود والكرم، والصلاة والسلام التامان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. معالي نائب وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، معالي مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي بن عبد الخالق القرني، أصحاب السعادة رؤساء اللجان التنظيمية والإشرافية، أيها الرياضيون، أيها الضيوف الأعزاء، حفلنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على طريق المودة الصادقة والأخوة الراسخة والعلائق الوطيدة والروابط المتأصلة بين أبناء منطقة الخليج العربي، وسعياً إلى تنشئة الأجيال على روح الاندماج والعطاء والتواصل القائمة على أساس الاحترام المتبادل والمحبة والتقدير، وانطلاقاً من أهمية الرياضة وإيماناً بدورها الفاعل في تشكيل المجال الأخلاقي والسلوكي والفكري وتشكيل التنافس الإيجابي، واستناداً إلى ما أسسه وأصله قادة هذا الكيان الخليجي العظيم حفظهم الله ورعاهم وأيدهم بعونه وتوفيقه. أيها الأحبة، أيها الضيوف، من هنا قررت اللجنة التنظيمية للرياضة المدرسية للدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج أن تعهد إلى المملكة العربية السعودية تنظيم بطولة الخليج المدرسية لكرة اليد في مدينة جدة خلال المدة من 9 إلى 16 من جمادى الأولى سنة 36 و400 للهجرة، الموافق من 28 فبراير إلى 7 مارس سنة 2015 للميلاد. فأهلاً وسهلاً بالجميع في بلد السلام وقبلة الإسلام. مرحباً بكم ضيفاً ضيفاً، وحيهلا بكم ألفاً ألفاً. أهلاً بكم حل الضياء بحلكم، والمسك عطر أرضنا والعنبر. إننا نرحب بالجميع وبأعضاء الوفود واللاعبين على أرض المملكة وفي محافظة جدة تحديداً، وعلى ضفاف بحرها الجميل سنعيش ليالي رياضية تسودها الألفة والروح الأخوية بين الأشقاء. أيها الأكارم، نسمة مساء تحمل دفء مشاعرنا إليكم ونبع إحساسنا بكم، فإن في النفس لخلجات ربما عجز الفكر عن تصويرها واللسان عن وصفها. ونفتتح بخير الكلام بذكر الرحمن القرآن الكريم. ألا إنه التنزيل والذكر والهدى، فأكرم بتاليه وأعظم له الأجر. هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم يرتلها على أسماعنا الطالب بسام أشرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين، والحمد لله رب العالمين. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، نترككم فيما يلي مع لوحة ترحيبية يقدمها طلاب المرحلة المتوسطة بتعليم جدة. تحيا بكم كل أرض تنزلون منظرا حسنا، كأنكم في عيون في عيون الناس أقواها.
يقوم أبدا حتى يطيب حتى يطيب بكم عيشي 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 إلى الأبد الآن تبدأ مسيرة الفرق المشاركة مملكة البحرين المسيرة بعلم الدولة المضيفة وشعار البطولة أيضا مملكة البحرين عمان دولة الكويت الكويت المملكة العربية السعودية
أيها الحفل الكريم، ونستأنف معكم فقرات حفل الافتتاح بكلمة اللجنة التنظيمية يلقيها سعادة رئيس اللجنة الأستاذ حسن بن أحمد لوتا. معالي الدكتور حمد آل الشيخ نائب وزير التعليم لشؤون البنين، معالي الدكتور علي القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج، أصحاب السعادة، الأخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأصالة عن نفسي وأخواني أعضاء اللجنة التنظيمية للرياضة المدرسية للدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، يسعدني أن أرحب بكم جميعاً ونحن نفتتح البطولة الخليجية المدرسية الأولى لكرة اليد، والتي تأتي ثمرة من ثمار اللجنة التنظيمية للرياضة المدرسية التي تعمل جاهدة في الارتقاء بالرياضة المدرسية الخليجية. وبهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى معالي وزير التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على حسن الاستضافة والاستقبال للمشاركين في البطولة. كما أود أن تقديم شكري وتقديري إلى مكتب التربية العربي لدول الخليج الذي يسعى دائماً على دعم اللقاءات الثقافية والعلمية والشبابية والرياضية بين شباب دول الخليج، وكذلك دعمه للجنة التنظيمية لتحقيق أهدافها من خلال هذه المحافل التربوية الرياضية لتوثيق أواصر الأخوة والصداقة ونشر الثقافة الرياضية وتطويرها. ولا يفوتني أن أشيد بالأخوة أعضاء اللجان التنظيمية في هذه البطولة ونثمن جهودهم التي لمسناها ونحن ثقة بالله وبهم بنجاحها لما يتمتعون به من خبرات تنظيمية. الأخوة الأفاضل، لكم يتغمرني السعادة ونحن نلتقي اليوم بكوكبة من إخواننا التربويين وأبنائنا الرياضيين في رحاب المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف قادتنا في دول الخليج، متناسيين التحديات التي تواجه الأجيال في عصرنا الحالي التي تفرض علينا أن نضع فكراً تربوياً رياضياً جديداً نتعاطى من خلاله مع الواقع لتفعيل اهتمام مجتمعاتنا تجاه الرياضة وأهميتها في إعداد جيل متسلح بالمعرفة قادر على الإبداع يتمتع بصحة جسدية ونفسية وعقلية متعاون ومتفاعل مع غيره ومعترف بحقوق الآخرين ومدرك واجباته تجاه الغير وتجاه وطنه، متطلعاً لمنصات التتويج في شتى المحافل الرياضية الدولية. الحفل الكريم، باسمي وبسوان إخواني أعضاء اللجنة التنظيمية أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى المملكة العربية السعودية وعلى قادتها وحكومتها على دعمها للرياضة عامة والرياضة المدرسية خاصة، وإلى أبنائنا الطلبة الذين ندعوهم إلى التنافس الشريف وإظهار إبداعاتهم الرياضية لتقوية أواصر الود والأخوة بينهم كأسرة خليجية واحدة. وفقني الله وإياكم جميعاً لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لسعادة رئيس اللجنة التنظيمية للرياضة المدرسية لدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج. أيها الحفل الكريم، وللجنة الإشرافية لهذه الدورة كلمة يلقيها سعادة الأستاذ عبد الله بن أحمد الثقفي مدير عام التعليم بمحافظة جدة رئيس اللجنة الإشرافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين. معالي نائب وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، معالي مدير مكتب التربية لدول الخليج العربي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني، أصحاب السعادة الأخوة رؤساء وأعضاء الوفود، الضيوف الكرام، زملائي وأبنائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويطيب لي أن أرحب بكم جميعاً في هذه المناسبة الرياضية المدرسية الخليجية المتميزة، كما أرحب بجميع الوفود في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية في الدورة الخليجية المدرسية الأولى لكرة اليد التي تحتضنها المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة التعليم، وتستضيفها عروس البحر الأحمر جدة. ولا شك أن هذه المناسبة الشبابية الطلابية الخليجية تحظى بالعناية من جميع المسؤولين، حيث تمثل هذه اللقاءات الشبابية والطلابية الخليجية عنوانا مهما في بيتنا الخليجي الكبير، أساسها التقارب والمحبة وتوثيق الصلة تحت سقف خليجنا الواحد الذي نعتز ونفتخر جميعا بالانتماء إليه. أيها الضيوف الكرام، باسم اللجنة الإشرافية نتمنى أن تكون هذه البطولة المدرسية الأولى لكرة اليد منطلقاً للمزيد من التواصل الشبابي المدرسي لأبنائنا الطلاب، كما نتمنى أن تكون أساساً للمزيد من الدعم للرياضة المدرسية. فالمدرسة هي المنطلق المهم لتحقيق كل الإنجازات الإبداعية والفكرية والرياضية، والرياضة المدرسية بكل ما تمثله من أهمية تعتبر رافداً من روافد الإبداعات المحلية والإقليمية والقارية والعالمية. أيها الإخوة، إنما تشاهدونه الآن من صور مفرحة لهؤلاء الأبناء من الطلاب ما هي إلا بعضاً من أوجه العناية والرعاية بشبابنا الذين يحظون بكل الاهتمام والدعم من القيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين يحفظهم الله، كما يحظى الشباب بالرعاية من قادتنا في خليجنا. ضيوفنا الكرام، أيها الإخوة، أكرر ترحيبي بكم متمنياً لكم طيب الإقامة في جدة، وأشكر جميع اللجان القائمة على الإعداد والتنظيم لهذه الدورة، داعين الله للجميع التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، أيها الضيوف، أيها الرياضيون، يتفضل الآن راعي الاحتفال معالي نائب وزير التعليم دكتور حمد الرشيد حمد آل الشيخ بإعلان افتتاح البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. يسعدني أن أنقل لكم تحيات معالي وزير التعليم وتمنياته لكم بالتوفيق والسداد في هذه البطولة الخليجية المدرسية، وسعادته وسعادة كل منسوبي التعليم بتواجدكم وبهذه البطولة. ومرة أخرى بسم الله وعلى بركة الله نعلن انطلاقة البطولة الخليجية المدرسية الأولى لكرة اليد. شكراً سعادة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وقد أعلن افتتاح وانطلاق البطولة.
أيها الحفل الكريم، فيما يلي يتم رفع علم البطولة، يرفعه رئيس اللجنة الإشرافية الأستاذ عبد الله بن أحمد الثقفي، مدير عام التعليم بمحافظة جدة، رئيس اللجنة الإشرافية. وبعد رفع علم البطولة وقبل ذلك افتتاحها، يبدأ الآن خروج الفرق المشاركة. حدث الدنيا وناج الزمن، وبفخر قل خليجي أنا، موطن حين رآكم أعلنا كلكم أنتم وأنتم كلنا. الآن مع أوبريت خليجي أنا، صاغ كلماته شعرا الأستاذ عبد الله الشهري، وأخرجه الأستاذ عبد الكريم الكلي، ويؤديه طلاب التعليم بجدة. حكمة الأيام ما أعظمها، تركت في جبهة العمر وسوم، ولقد آن بأن نعلمها، فهي تهدينا كما تهدي النجوم. فاسمعوها وخذوا بلسمها، يسعد الناس وتلتام الكلوم. أقبلوا فالتقطوا أكرمها، حين يلقي درها الشيخ الحكيم. حين يلقي درها الشيخ الحكيم. Thank you.
كفوا كفوا ولا تختلفوا، إنما يفتك بالحب الخلاف، اذكروا تاريخكم واتلفوا، إنما المجد تآخ وأتلاف. أقبلوا نحوي أقبلوا نحوي ولا تفترقوا، وقفوا صفا كتوفا بكتوف، وإلى أمجادكم فانطلقوا، وابتنوا قصرا من العز منيف. العدا العدا من طبعهم أن يرجفوا، فاحذروهم إنهم سم زعاف، فاحذروهم إنهم سم زعاف، فاحذروهم إنهم سم اسمعوا كفوا ولا تختلفوا، إنما يفتك بالحب الخلاف، واذكروا تاريخكم واتلفوا، إنما المجد تآخ وأتلاف. اسمعوا كفوا ولا تختلفوا، إنما يفتك بالحب الخلاف، واذكروا تاريخكم واتلفوا، إنما المجد تآخ وأتلاف. العدا من طبعهم أن يرجفوا، العدا من طبعهم أن يرجفوا، فاحذروهم إنهم سم زعاف، فاحذروهم إنهم سم زعاف. أيها القوم اسمعوني ترشدوا، احذروا الحساد فالدرب مخو. أيها القوم اسمعوني ترشدوا، احذروا الحساد فالدرب مخو. أنا يا أحباب أن تتحدوا، دون تأخير وتصطفوا صفو. أنا يا أحباب أن تتحدوا، دون تأخير وتصطفوا صفو. حولي التفوا وبالنور اهتدوا، واستنيروا بسنا فكر الحصيف. حولي التفوا وبالنور اهتدوا، واستنيروا بسنا فكر الحصيف. اسمعوكم ولا تختلفوا، إنما يفتك بالحب الخلاف، واذكروا تاريخكم واختلفوا، إنما المجد تآخر تفترقوا، وقفوا صفا كتوفا بكتوف. أقبلوا نحوي ولا تفترقوا، وقفوا صفا كتوفا بكتوف. وإلى أمجادكم فانطلقوا، وابتنوا قصرا من العز مني. وإلى أمجادكم فانطلقوا، وابتنوا قصرا من العز. أنتم الشمس فهيا أشرقوا، مطمئنين إلى الوعد شريف. أنتم الشمس فهيا أشرقوا، مطمئنين إلى الوعد الشريف. اسمعوا كفوا ولا تختلفوا، إنما يفتك بالحب الخلاف، واذكروا تاريخكم واختلفوا، إنما المجد ها هنا نبني من الإنسان قوة.
كي نحوز الفخر في كل مجال. زادنا علم وعزم وأخوة وانسجام وانتظام وامتثال. إنما الغاية يا أحباب أن نبني الإنسان من جسم وروح، ثم نهدي ما بنينا للوطن أنجما تشرق في الكون الفسيح. نبني من الإنسان قوة كي نحوز الفخر في كل مجال. زادنا علم وعزم وأخوة وانسجام وانتظام وامتثال. ها هنا نبني من الإنسان قوة كي نحوز الفخر في كل مجال. زادنا علم وعزم وأخوة وانسجام وانتظام وامتثال. اقترب حتى ترى روح التنفس تتجلى في اقتدار ومهارة، واندهش للفن فالفن مدارس، فاز من فاز لديها بجدارة، فاز من فاز لديها بجدارة. اصنعي يا همة الجيل العجائب، وانسجي من ألق الحلم نسيم، وتفي بالنشيد تخضر ربما تحسب أن اليوم عيد وتظن البدر للأرض وقاع، ذاك عرس المجد فالمجد سعيد إذ تلاقى الأهل والشمل اجتماع. ربما تحسب أن اليوم عيد وتظن البدر للأرض وقاع، ذاك عرس المجد فالمجد سعيد إذ تلاقى الأهل والشمل اجتماع. اصنعي همة الجيل العجائب، وانسجي من ألق الحلم نسيج، واهتفي بالنشأ تغطر المواهب، ثم تنداح كأمواج الخليل، ثم تنداح كأمواج الخليل. Thank you.
سمي كرة اليد الجميلة لوحة تشبهنا تدعى الخليج واقفزي مسرورة إن البطولة جمعتنا في دور الحفل البهيج ارسمي يا كرة اليد الجميلة لوحة تشبهنا تدعى الخليج تشبهنا تدعى الخليج الإبداع يا أحلى كرة علمينا كيف نسعى لهدف رسمت أهدافك المنهمرة في سجل الفخر لوحات شرف لعبة الإبداع يا أحلى كرة علمينا كيف نسعى لهدف رسمت أهدافك المنهمرة في سجل الفخر لوحات شرف ارسمي يا كرة اليد الجميلة لوحة تشبهنا تدعى الخليج ارسمي يا كرة اليد الجميلة لوحة تشبهنا تدعى الخليج لوحة تشبهنا تدعى الخليج ارسمي يا كرة اليد الجميلة لوحة تشبهنا فاستسفنا كلنا قد برام الرياضات ناص والثقافة يحرزان الهدف الغالي معا كل إبداع هو اليوم إضافة فاستسفنا كلنا قد برام الرياضات ناص والثقافة يحرزان الهدف الغالي معا ارسمي يا كرة اليد الجميلة لوحة تشبهنا تدعى الخليج ارسمي يا كرة اليد الجميلة لوحة تشبهنا تدعى الخليج لوحة تشبهنا تدعى الخليج ارسمي يا كرة اليد الجميلة لوحة تشبهنا تدعى الخليج أنا
أسرار إذا أخفيتها عن عيون الفجر أفشت النجوم. لم تغر مني فقد أخبرتها أنني صرح الإمارات العظيم. لم تغر مني فقد أخبرتها أنني صرح الإمارات العظيم. أنني صرح الإمارات العظيم. إنني شعب وأرض وملك فادنوا مني يا خليجي قليلا. أنا نجم جاء من مستقبلك إنني البحرين صفق لطويلة. أنا نجم جاء من مستقبلك إنني البحرين صفق لطويلة. إنني البحرين صفق لطويلة. للإنجاز تاريخ مجيد وأنا السحر إذا السحر انهمر. كلما أشرق لي فجر جديد رأت الدنيا تباشير قطر. كلما أشرق لي فجر جديد رأت الدنيا تباشير قطر. رأت الدنيا تباشير قطر. أنا تاج فوق هام المكرمات وأهازيج يغنيها الزمان. إن عشقي للعلا بعض صفاتي فاهتفوا أهلا وسهلا بعما. إن عشقي للعلا بعض صفاتي فاهتفوا أهلا وسهلا بعما. فاهتفوا أهلا وسهلا بعما. قلت في الأرجاء ضيف ساطع. قال ما للحفل يبدو رائعا قلت قد حل الكويت الرائع. قال ما للحفل يبدو رائعا قلت قد حل الكويت الرائع. قلت قد حل الكويت الرائع. إن سألتم من ترى يسكننا أملا مستقبلا فخرا منا ستجيب العين والقلب معا السعودية طبعا عشقنا. ستجيب العين والقلب معا السعودية طبعا عشقنا. السعودية طبعا عشقنا. Ready?
أسرار إذا أخفيتها عن عيون الفجر أفشت النجوم. لم تغر مني فقد أخبرتها أنني صرح الإمارات العظيم. لم تغر مني فقد أخبرتها أنني صرح الإمارات العظيم. أنني صرح الإمارات العظيم. إنني شعب وأرض وملك فادنوا مني يا خليجي قليلا. أنا نجم جاء من مستقبلك إنني البحرين صفق لي طويلة. أنا نجم جاء من مستقبلك إنني البحرين صفق لي طويلة. إنني البحرين صفق لي طويلة.